السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. اليوم غادي نوجدوا واحد سلطة ديال الفواكه والخيار، كتجي لذيذة لذيذة ومنعشة زوينة بزاف. كنحتاجو في المكونات هكا خيار، حبة ديال الخيار، حبة ديال التفاح، حبة ديال الإجاص. أنا الخيار هنا نقيته، غادي نحاول نقي هاد الحبة حتى هي. طريقة سهلة ومكونات يعني زوينه، كيجيو مع بعضياتهم وكتجي لذيذه ومنعشه صراحه وسهله بالزربه. كتوجد كنقيو التفاح حتى هو. ما تنساوش دعم القناه بالاشتراك وجيم الفيديو، بارطاجيو الفيديو مع كل حبابكم وصحابكم. كيف كتشوفوا التفاح راه يعني ما نقيتوش كامل، شويه نقيته شويه خليته بالقشور، نقسمتو على هذا الشكل. وغادي نقطعو مربعات صغيره، كنخلي ليه هذاك القلب ديالو، نقطعو مربعات صغار بزاف يعني. الا بغيتو حتى الخيار تخليوه فيه شويه القشور، حتى هما كيعطيو منظر وكيجيو زوينين. كيف ما التفاح راه خليت فيه شويه ديال القشور، ما نقيتوش كامل. نقطعو عفوا حتى هو قطع صغيرة، مربعات على هاد الشكل. يعني سهلة بالزربة كتوجد، ولكن هاد المكونات يعني الخيار مع هاد الفواكه صراحة كيعطيو مذاق زوين. كنقطعو كل شيء على هاد الشكل، على شكل مربعات صغار. حتى لآخر لحظة تقدروا توجدوها. كناخذ هكا ياغورت طبيعي يعني مسوس، وكنخلطوا جميع المكونات وكنقدموهم هكا في زليفات. يعني الكميه كتبقى على حساب الاشخاص، على حساب شحال بغيتوا توجدوا او تقدموا. كنقدموهم على هذا الشكل، التزيين كيبقى اختياري على حساب اللي متوفر. انا درت فيهم هكا شويه ديال وريقات ديال النعناع، وغادي نزينهم ب زرارع مخلطه فيها الشوفان، شوفان فيها هكا الزريعه، فيها يعني فيها بزاف الفواكه، فيها زريعه الكتان، فيها شحال من حاجه هكا زينت بها. وهذه هي وصفة اليوم، نتمنى تعجبكم، نتمنى تجربوها، وما تنساوش لي لايك ديالكم واشتراك في القناة وبارطاجيو مع كل حبابكم وصحابكم، ونتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله.